يا كاتب الشعر شل القول ذا شلة وارسل تحية بعطر الورد جذابة. يا كاتب الشعر شل القول ذا شلة وارسل تحية بعطر الورد جذابة. وواصل مزنا حسن ووقف الرحلة تستاهل المدح والتكريم تحظابة. من قوم علي وهم عليل بالله قوم إذا المجد نادى تبذل أسبابة. حرة كريمة وكل أخلاقها كلها مضرب مثل والفخر يبدي بها عجابة. وزوجها الصادق المعروف في قوله والكل يعرف أبو سلطان وخطابة. الطيب القلب يقرب الضيف ويجله ويراعي حقوق أصحابه مع أحبابه. وأولادها بندر اللي يعتبر وصله مثل النعيم ومشار زينة أصحابه. عبد المجيد وسعود السعدي يقرب له بندر وسلطان عطر القلب وطيابه. وبناتهم باسم رب البيت والقبلة مع أمهم فالأدب والذوق تتشابه. هذه مشاعل وسارة شامخة والله بفضل ربي وبدرية هي درابة. عهود وفايزة تحط الطيب في أهله وبدور بدر تسل القلب واعتابه. أسرع عريقة تدوس الصعب والذلة يا رب تجعل مزنا دوم غلابة. يا كاتب الشعر شل القول ذا شلة وارسل تحية بعطر الورد جذابة. وواصل مزنا حسن ووقف الرحلة تستاهل المدح والتكريم تحظابة. من قوم علي وهم عليل بالله قوم إذا المجد نادى تبذل أسبابة. حرة كريمة وكل أخلاقها كلها مضرب مثل والفخر يبدي بها عجابة. وزوجها الصادق المعروف في قوله والكل يعرف أبو سلطان وخطابة. الطيب القلب يقرب الضيف ويجله ويراعي حقوق أصحابه مع أحبابه. وأولادها بندر اللي يعتبر وصله مثل النعيم ومشار زينة أصحابه. عبد المجيد وسعود السعدي يقرب له بندر وسلطان عطر القلب وطيابه. وبناتهم باسم رب البيت والقبلة مع أمهم فالأدب والذوق تتشابه. هذه مشاعل وسارة شامخة والله بفضل ربي وبدرية هي درابة. عهود وفايزة تحط الطيب في أهله وبدور بدر تسل القلب واعتابه. أسرع عريقة تدوس الصعب والذلة يا رب تجعل مزنا دوم غلابة. 66 أو من خارج المملكة 00966501346 6